سلام. عسلامة. سلمك. خويا لاباس؟ لاباس. خويا سي بون لو هيك لو سي بون معناتها تحرق ديجا شتنا معاك خويا مرحبا هيك ركزي عايشك اختي مش خويا اختي مرحبا حتى هي اختي را زوز اختك اخوك عالسلامة لاباس عالسلامة كيف حالكم الحمد لله لاباس انتم على خيبة خيبة تفضلوا شوفوا حاجة اي اي كستي كستي هذا ايش اسم اختي سامحني شيمك في والدي شني اسمي حط الكيس يعطيك الصحه هذا كستي بارك الله فيك قدمك شهمك في والدي يا هكا رشفه رشفه يا ربي كيف جبنا للبيطار المهبل انت ولا شنو حكيت في بالي بروح يجيب القهوه راهو خايتي ما نعرفش اللي فيها واحد يخدم هكا يا بنتي هذا جاي سيفه بالو على والدي العشيه الكلبه طب فما شكون اللي صار بشكون في كستي هكا منك للبلد اسمعني عارف قد ايه خلص فيك هز علي يا اختي شت باش نحكي لك عندي وحده نعرفها تعمل هيك هي تدخل على فيسبوك وتبعث الخطيب انفيتاسيون قبلها كم سي خاطرها صحتي وبنت جيرانا وعملتهم الكل في الاخر تحكي معاه خليت ما قالت فيا ما خليت ما قدت في بيها وعليها وصفتها وفك عليك منها وما هيش متاعك ما خليت ما قالت لين حزيلو كل واحد فينا مشي على روحه ايش رايك انت في العرض ليش تضحكوا سامعني بالك نحكي لكم في نكتين يا اخي نكت لكم هنا Je vais faire un peu.